نعم، أتحول هنا للسيد الدكتور مسعود حسن. دكتور حسن، فيما يتعلق بالموقف الدولي، الموقف الغربي بالتحديد، موقف أمريكا وموقف أوروبا من إيران اليوم، هل تعتقد بأن هناك رغبة لتعديل سلوك إيران في المنطقة أم لإضعاف النظام ومن ثم إسقاطه؟ يعني في رأيي الموقف الأمريكي أو الموقف الغربي غير واضح بالمرة في هذه الثورة، يعني جاءتهم فرصة كبيرة جدا لإسقاط وتغيير هذا النظام، ولكن يبدو أن الهدف الرئيسي وأعتقد أن قالها الرئيس الأمريكي السابق عدم هو رغبة في عدم إسقاط النظام، ولكن هي رغبة في تعديل سلوك النظام الإيراني. وأعتقد أن وجود إيران في المنطقة يعني هل يعني ربما أنا أراه أنه خوف من التعامل الإيراني مع أي موقف مغاير يضر مصالحها بالإضرار بالمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والدول العربية في المنطقة، منطقة الخليج أقصد يعني. ولذلك فهو العملية هي عملية توائم، وعملية يعني توائم مع الجانب الإيراني بهدف عدم إضرار المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة أو التأثير على التجارة. نقطة أخرى وهي أن الحرب الروسية الأوكرانية أعتقد أنها دعمت الموقف الإيراني كثيرا لدى الغرب، خاصة في رغبة الغرب وأوروبا بالتحديد في إدخال إيران مرة أخرى إلى سوق الطاقة العالمية من أجل إحداث التوازن الذي يعني فشل أو فسد بسبب روسيا. وأعتقد أن هذه الرغبة الملحة من الجانب الأوروبي يعني كانت عنصر قوة بالنسبة للنظام الإيراني حتى في على مائدة المفاوضات مع الجانب الأوروبي قبل هذه الثورة. حتى مع قيام هذه الثورة يعني كنا ننتظر أن الموقف الأوروبي يتغير ويكون هناك دعم أكبر بالنسبة للثورة الدائرة في الشارع الإيراني ضد هذا النظام والمطالبة بإسقاط هذا النظام، لكن وجدنا حتى ردود أفعال لم تكن بالقوة المنتظرة منهم. وأعتقد أن هذا الأمر هو نتيجة للتوافق بين المصالح الغربية مع الموقف الإيراني أو النظام الإيراني الموجود في المنطقة. ويعني في رأيي أن النظام الإيراني حقق مكاسب كبيرة جدا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالتعامل مع الغرب أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح يملك خيوط أو مصادر للقوة في التعامل مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك فأعتقد فكرة إسقاط النظام يعني ليست يعني واضحة في الأهداف الأوروبية أو الأهداف الأمريكية، بل إن تغيير سلوك هذا النظام هو ربما هي النقطة الأوضح لدى هذه الأنظمة. نعم، وسط الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مسعود حسن الباحث في الشأن الإيراني، كنت معي في هذه الحلقة من استوديو